صعب علينا والحمد لله على الفوز 3 نقاط، هذه مهمة بالنسبة للفريق الهلالي وفريقنا، واتمنى ان الصدارة خلاص يعني تصدرنا الحمد لله، هذا من فضل ربي ان شاء الله. للاسف الفتح قفل اول الشوط، ولكن الشوط الثاني الهلال اكتسح الهجوم على طول. فتح قدم مباراة كبيرة اليوم. اي نعم قدم مباراة والله الفتح تحسب له والله. نتيجة حلوة وكل الفريقين قدموا يعني، بس والفتح هارد لك يعني، وان شاء الله. الفتح كان بيفوز اليوم يعني، ضيع بلنتي والله حرام. ويلا راح ارد لك الفتح وان شاء الله نعوضها في اشياء ثانيه. والله مبروك الفوز للهلال. والله ما تشوف شلون الفتح تعبنا لين اخر دقيقه، بس الحمد لله. راضي عن اداء الهلال اليوم؟ والله الشوط الاول كان اداء كويس، بس الشوط الثاني المشكله نزل. المشكله بغياب الفرج. غياب الفرج اليوم اثر على النص واجد. 3 نقاط وان شاء الله المباراه الجايه نكون افضل. ما عجبك او ما رضاك اداء الهلال اليوم؟ طبيعي مباراة الفتح دائما تكون بهالطريقة يعني، لأن الفتح دائما لعبة طريقة دفاعية مقفل ودائما صعب المباراة على الهلال، بس الحمد لله 3 نقاط جت وإن شاء الله نستمر على هذا الموضوع. خايف أنت؟ مرة توتر ألف، راح صوتي بالتشجيع. فتح قوي دفاعهم جدا جدا، راح صوته بالتشجيع. أبدأ مع الهلالي عيسى الجوكم، وأرجوكم أنتوا 2 نختصر، لأنه إذا دخلنا بالحوارات تبعكم ما راح يطلع البرنامج.